بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي مصطفى مبروك، مدرس مساعد جراحة أوعية دموية. أنا حابب أكلمكم النهاردة عن أساطر الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي المزمن. إحنا طبعاً كلنا عارفين إن مرضى الفشل الكلوي بيحتاجوا لطريقة الغسيل الكلوي الدموي، اللي هو عبارة عن إن أنا عايز أخد كمية دم من المريض on average حوالي من 300 ل 600 ملي في الدقيقة، أنقيهم وأنظفهم من السموم اللي موجودة وأرجعهم تاني للمريض، اللي هي وظيفة الكلى. مفيش فين من الفينز اللي موجودة في الجسم عندنا من الفينز السطحية بيعدي فيها كمية الدم دي، علشان كده احنا لو احنا مضطرين ان احنا نغسل للمريض ان urgent way، فبنحتاج ان احنا نركب قسطرة اسمها قسطرة مركزية، ودي غالبا بتبقى قسطرة مؤقتة، يعني هتبقى موجودة on average من اسبوع لثلاث اسابيع. ممكن نحطها في الوريد المركزي للرجل او للوريد المركزي للعنق. الجزء اللي انا عايز انبه فيه على مشاكل احنا يمكن بنشوفها في مرضى الغسيل الكلوي، هو ان احنا نحاول ان احنا نركب الاساطر بتاعه الغسيل الكلوي في الوريد اللي في العنق، مش الوريد اللي اسفل الترقوه، لان ده بيأثر بعد كده على الاورده بتاعه الذراع اللي احنا هنقدر نعمل عليه بعد كده شنط، اللي هي وصله وريديه شريانيه ينفع المريض يغسل بيها فترات طويله. الحاجة الثانية ان احنا لازم نستخدم كومبليت اسيبتك تكنيك في تركيب الاساطر دي عشان ما يحصلش التهابات اللي هي بتضر المريض. هو اصلا المريض بيبقى اميونو كومبرومايزد، فمش محتاجين ان احنا نزود عليه البردن اكتر من كده. واحب انوه طبعا ان اي مريض لو هو كرياتينين بتاعه 4 ميلي جرام بير ديسيليتر، المفروض البيشنت ده تو بي ريفيرد للفاسكولار سيرجن علشان يقدر يعمل له فاسكولار اكسس. ده هيبقى يفيده، طول ما المريض بتاع الكلى عنده فاسكولار اكسس فانكشنينج كويس يقدر يغسل منه، طول ما هو ان شاء الله يبقى كويس في الغسيل بتاعه وما يعانيش من مشاكل زي اللي بيبقى عنده مشكله في الفاسكولار اكسس دي، بتبقى يعني اندنج هيز لايف اولموست. وإن شاء الله يعني أتمنى لكل المرضى أن الشنطات بتاعتهم تبقى كويسة وما يحتاجوش second procedure، والله خير حافظا إن شاء الله. شكرا.